السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد وقصير. بنتكلم النهاردة عن استبانة التقييم المقرر، هي الاستبانة اللي الطلاب بيملوها في نهاية المقرر. حد يقول لي طب احنا هنتكلم عليها في بداية المقرر ليه؟ اللي هنعرف ده حالا دلوقتي، لأن هي بتتكون الحقيقة من 4 أجزاء زي ما بنشوف دلوقتي. الهدف من الورشة النهاردة أو الفيديو القصير ده، بنتعرف على إيه هي استبانة التقييم المقرر، ايه اهميتها بالنسبه لعضو هيئه التدريس، ايه اهميتها بالنسبه للطلاب والطالبات، ايه اهميتها او مكوناتها، اجزاء المكونات بتاعتها، كيفيه الاستفاده منها من الاستبانه دي في تطوير المقرر. التقييم الاستبانه التقييم المقرر دي هي عباره عن استطلاع راي للطلاب في 3 اجزاء، وهنشوفهم دلوقتي لما هنتعرض للاستبانه. هي مهمه الاستبانه دي لعضو هيئه التدريس؟ ايوه، لان بنود الاستبانه زي ما هنستعرضها دلوقتي هي عبارة عن إيه؟ عبارة كأنها تشيك ليست أو قائمة، يعني الحاجات المتطلبات اللي عضو هيئة التدريس منوط بيها إنه يحققها في هذا المقرر. طب ما هو الدكتور ولا عضو هيئة التدريس ما هو عارف الكلام ده كل سنة وبيدرسه، صحيح، لكن جل ما لا يسهو، زائد إن إحنا بالنسبة لنا نقول بناخد بإيد الطالب معانا لما بنعرضها عليه في كل محاضرة أو في بداية المحاضرات في بداية المقرر، عشان يبقى عارف إيه اللي هيتاخد. هنا بقى بتيجي النقطة الثالثة، اللي هي أهمية الاستبانة دي بالنسبة للطالب والطالبات. هو الطالب بيعتقد في حاجتين 2، لما بنيجي نسأل الطلاب يقول لك ما لازم بملاها عشان النتيجة بتاعتي تظهر، فهو بيملاها ومش عارف محتواها إيه أو هو الغرض منها إيه. وبعضهم بيبقى فاكر إن دي عبارة عن وسيلة مكافأة أو ضغط لعضو هيئة التدريس، يعني إذا كانت الامتحانات سهلة والنتائج طيبة وداخل بأعمال السنة كلها فيكتب بقى، وإذا كان غير ذلك فبيعتبرها كأنها وسيلة ضغط يعني. طبعا ده خطأ، ولكن الطالب معذور، لأن لما هنشوف مع بعض صيغ الأسئلة دلوقتي هنعرف ليه الطالب بيعتبرها كده. مكونات الاستبانة هنتعرف عليها دلوقتي وهنشوف بعد في نهاية المقرر بقى. الحقيقة إذا الاستبانة تمت بشكل صحيح من جهة الطالب طبعا، فينقصها حاجات عشان نقدر العضو هيئة التدريس يستفاد منها، لكن بالوضع الراهن ده الحقيقة هي مجرد ان هو بيرد عليها في نهاية المقرر. لما بيعمل جودة المقرر بيبقى مطلوب من عضو هيئة التدريس يرد على الاستبانة دي، إذا كان في نقاط ضعف معينة فبيرد عليها. طبعا نقاط ضعف دي اللي هو الطلبة قال والله ما عطوهوش درجة كويسة في الحتة دي أو الجزئية دي، كانوا قايلين والله ما اتحققتش، فبيرد عليها بيقول والله إذا كان فعلا كده فهحقق ده في الفصل الدراسي القادم، إذا كان ده مش مظبوط فبيقدم إثباتاته إن هو قام بالأمر ده، يعني مع التحفظ على حتى تقدم اثباتاته دي. الطالب لازم في البدايه خالص ينتبه لان هذه الاستبانه ما هي الا نوع من انواع الشهاده، ولا تكتموا الشهاده ومن يكتمها فانه اثم قلبه والله بما تعملون عليم. يبقى لازم يعرف ان دي كانها شهاده، لان يوم القيامه هيتسال عن كل ايتم فيها، عن كل سؤال منها هيتساله الدكتور عمل كذا، طب انت ليه ما اعطيتوش الدرجه؟ ونفس الشيء بالنسبه لعضو هيئه التدريس، هيسال عنها ان الشيء دي ده المطلوب منك ليه ما حققتوش؟ فلازم عضو هيئه التدريس والطالب يستحضروا هذه الايه قدامهم. اجزاء الاستبانه ومكونات الاستبانه هم عباره عن 4 اجزاء زي ما احنا شايفين وهنستعرضهم دلوقتي كده. كل جزء بيبقى عباره عن مجموعه من الاسئله وبيبقى فيها تقييم في الاخر وبياخد فيها تقدير، اذا كان جيد جدا، امتياز الى اخره، بياخد فيها تقدير معين. ايه هي البنود دي؟ الجزء الاولاني من الاستبانه بتبقى عباره عن 3 اسئله، دي لازم تتحقق في بدايه المقرر، يعني في اول محاضره في المقرر لازم دي تكون اتحققت، وحتى كمان قبل اول محاضره طالما في نظام زي نظام البلاك بورد، يبقى لازم لابد ان ال3 اسئله الاولانيين دول يكونوا اتحققوا مع اول محاضره، اللي هم ايه؟ هنعرف حالا. هنا بقى بيبقى عباره اسئله خاصه اللي حصل اثناء المقرر، اللي هو في خلال ال 15 او 16 او 17 او ايا كان عدد الاسابيع. الكلام ده كله بيشمل هذه الجزء الثاني من الاستبانه. الجزء الثالث بقى بيبقى تقويم المقرر، يعني خلاص الطالب انتهى من دراسه المقرر، في نهايه المقرر بقى بيتسال 4 اسئله، نسيت اقول ان الجزء الثاني عباره عن كام سؤال؟ 17 سؤال. يبقى في 3 اسئله في الاول وبعدين في 17، ادي 20 وادي 4 اسئله هنا موجودين في التقويم. بعد كده في النهايه خالص بننزل الجزء الرابع والنهائي، عباره عن سؤال واحد اللي هو الرضا العام عن المقرر. والحقيقه دي برضو انا كعضو هيئه تدريس مش فاهم، يعني لما بيسال الطالب انت راضي عن المقرر ده ولا مش راضي؟ الحقيقه ما فيش طالب، انا ما قابلتش طالب ان هو يكون راضي عن المقرر ده الا اذا كان حقق فيه A+ مثلا، هو يقول لك انا راضي بقى المقرر ده، انا راضي عنه يعني.
طب يعني الرضا دي المقصود بيها ايه؟ ما لازم تتفسر، يعني دي كلمه برضو مطاطه، خصوصا ان احنا في اثناء الجوده لما بيجي نسال الطالب، ما ينفعش مثلا اقول الطالب ان هو فهم ولا ما فهمش، لانها ما بتتقاس. نفس الشيء مستوى الرضا ده قياسه ايه؟ بيتقاس ازاي؟ يعني راضي او مش راضي؟ يعني راضي قوي ولا نص نص؟ طب بناء على اساس ايه؟ زائد ان الاستبانه لا يوجد فيها جزء للملاحظات، المفروض ان كل جنب سؤال من دول يبقى فيه تفسير. يعني اذا كان الطالب غير في حاله غير راضي، لازم يكتب غير راضي ليه؟ يعني مش غير راضي وبس، لان غير راضي دي، طب انا ما طب انا هعمل ايه كعضو هيئه تدريس لما يقول لي انا مش راضي على الجزئيه دي؟ طب ليه يا ابني؟ طب انا هعرف ده منين؟ فلازم يبقى فيه جزء خاص بالشيء ده ان الطالب يكتب الكلام ده كله. لو جينا بصينا للاستبانه هنلاقي ان في الديباج الاولانيه، او بيسموها الترويسه او الهيدر، اللي هي اسم الجامعه والتاريخ وعدد الصفحات، غالبا بيكون 4، طبعا ممكن تختلف من جامعه الى اخرى جايز. المهم بيبقى في الديباجه في الاول عن التقييم المقرر والعام الجامعي الفصل الدراسي، رقم المقرر الى اخره، عدد الطلبه المسجلين، واسم عضو هيئه التدريس والكليه الى اخر هذه الامور. في هنا بتبقى اسئله خاصه ببدايه المقرر في الاول خالص كده. الجزء الاولاني كان السؤال الاول، كانت الخطوط الاساسيه، طبعا هنعلم الطالب لازم الكلام ده يعرض على الطالب او يشوف الفيديو ده عشان يعرف الاستبانه دي هي الهدف منها ايه ويفهم السؤال. لازم كان دي جمله اعتراضيه، يبقى كانت الخطوط الاساسيه واضحه بالنسبه لي، اللي هي عباره عن ايه؟ ايه هي المعلومات والمهارات اللي المقرر ده اتصمم من اجلها؟ الحقيقه دي النقطه دي والنقاط الباقيه دي كلها بتتغطى فيما يعرف بايه؟ بالتوصيف المختصر للمقرر. شكله بيكون عامل ازاي؟ نبص مع بعض كده. ادي استبانه التوصيف المختصر بتبقى بالشكل ده كده. هنلاقي ان في العنوان بتاعها، طبعا انا شايل اسماء الجامعه والى اخره، تسلم نسخه من التوصيف المختصر للطالب في المحاضره الاولى بدايه كل فصل دراسي. الحقيقه بيتسلم نسخه ورقيه منها، ادي واحد، بيتحط نسخه الكترونيه على نظام البلاك بورد وصفحه المقرر، اثنين، بتعرض على الشاشه في اول محاضره، ثلاثه، انا شخصيا بعمل حاجه كمان زياده، بحط نسخه منها داخل المذكره او المرجع، فيعني الطالب واخدها واخدها. وبالتالي ايه بتحتوي على ايه دي؟ بتحتوي بقى على البيانات العامه للمقرر ده، سواء الخطه بتاعته، التوصيف بتاعه، وسائل التواصل، الدرجه العلميه للاستاذ عشان يتعرف عليه، عدد الساعات، الساعات المكتبيه من منين لفين الى اخره، الكتاب المقرر هيحصل عليه منين، اللي هي المذكره، البريد الالكتروني ووسائل التواصل المختلفه، هدف المقرر اللي هو رقم 14 اهو، هدف المقرر اللي احنا بنسال عليه دلوقتي، التوزيع المقرر على عدد الاسابيع، وفي الاخر خالص بنلاقي النشاطات بتاعته اللي هي محكات التقويم، وسائل التقويم زي الاختبارات، الواجبات، المشروع الجامعي، كتابه مقال الى اخره، وتوزيع الدرجات المقرر على هذه المحكات او الوسائل بتاعه التقييم المقرر. طيب لو جينا رجعنا بقى للجزء الاولاني اللي احنا بنتكلم عليه، الثلاث اسئله دول متحققين في توصيف المقرر، وبالتالي انا لا افهم ان ازاي هنا ما تتحققش نسبه 100% برغم التقدير الممتاز، ده ما يعنينيش في شيء. لكن لما يكون في طالب كاتب موافق بشده وموافق، طبعا انا معترض على الحقيقه بصفه شخصيه، ممكن اكون غلطان، على النظام ليكارت، يعني ما يبقاش فيه موافق وموافق بشده، هو اتحققت ما اتحققتش. فاذا كانت الخطوط الرئيسيه دي معناها ايه؟ معناها ان اهو لو انا بصيت هنا كده اهو رقم 14 في توصيف المقرر اهو، اللي هو هدف المقرر، هدف المقرر المفروض واضح قدام الطالب، يهدف المقرر الى كذا 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 كذا، ده موجود في توصيف المقرر في البند رقم 14. فطالما خد توصيف المقرر يبقى لازم الرقم، السؤال الرقم ده يتحقق، مفيش حاجه ما متحققش قوي، يعني متحققش قوي اللي هو ازاي؟ ما هو الهدف موجود قدامه. رقم اتنين، كانت متطلبات النجاح في المقرر واضحه بالنسبه لي، اللي هي الواجبات بقى وطريقه التقييم عليها والمحكات المختلفه، خلاص، وشكل ورقه الاسئله والاجابه الى اخره، ده موجود اهو، موجود في التوصيف بتاع المقرر اهو، اللي احنا قلنا عليه انواع، اذا كان في واجبات، اذا كان في نشاطات، اذا كان في اختبار الكتروني الى اخره. مساطر المساعده سواء كانت الساعات المكتبيه او المراجع، طبعا احنا قلنا ده موجود اهو، في نسخه من المرافق القائمه بالمراجع على الصفحات المقرره، ونسخه موجوده على البلاك بورد او بيتم توزيعها وطباعتها، والطالب يبقى معاه نسخه مطبوعه بالاضافه للنسخه الالكترونيه، وطبعا ساعات المقرره بتبقى مكتوبه في التوصيف المقرر. فتوصيف المقرر اللي هو بيتوزع نسخه ورقيه وموجود داخل المذكره وموجود على البلاك بورد وبيتعرض على الشاشه في اول محاضره، وطبعا بيبقى على البلاك بورد قبل كمان ما تبدا الدراسه، فاذا كان كل ده موجود مع الطالب واتقال في اول محاضره، يبقى ازاي الثلاث نقاط دول المفروض يبقوا مكتملين دائما وما فيش فيهم درجات؟ يعني يا في يا يا لا، ما فيش غير كده يعني. لكن يعني ده بنتكلم على الوضع القائم يعني، او الوضع الراهن يعني. ده الجزء الاولاني اللي هو خاص في بدايه المقرر.
نيجي بعد كده بنتكلم على بقى داخل المقرر بقى ايه بقى بيحصل ايه. بنلاقي اول سؤال كان تنفيذ المقرر والاشياء، طبعا كلمه الاشياء دي يعني الاشياء اللي هي ايه يعني التي طلب مني اداؤها متسقه مع الخطوط الاساسيه للمقرر. كلمه الاشياء دي يقصد بها الواجبات او المشاريع اللي الدكتور طلبها من الطالب ماشيه مع اهداف المقرر. طيب ما هو ده اكيد يعني، هل متوقع ان استاذ المقرر ان يطلب من الطلبه واجبات ملهاش دعوه بالمقرر او خارج المقرر ما تحققش الهدف بتاعه؟ السؤال الثاني كان عضو هيئه التدريس ملتزما باعطاء المقرر بشكل كامل، يعني التوصيف اللي هو حاطه قال والله ان هو بدا المحاضرات في الوقت المحدد ما بيتاخرش على وقت المحاضره، ان موجود بشكل دائم، بشكل دائم ده في وقت جدوله، الاعداد الجيد للمواد المساعده في التدريس وهكذا، يعني عاطلهم الباوربوينت او العرض بتاعه او المذكره موجوده او اذا كان في حاجه مطلوبه هو بيوفرها لهم. طب هل متوقع ان في، طبعا حكايه بدء المحاضره في وقت محدد ماشي، ده يمكن عشان لو عضو هيئه تدريس بيتاخر شويه او حاجه او مش ملتزم بالميعاد ده وضع تاني. تواجده ما اكيد هيكون متواجد، لان كمان الاثنين دول وظيفه، مش وظيفه الطالب اللي يشوفها، وظيفه رئيس القسم ان هو بيتابع عضو هيئه تدريس موجود ولا مش موجود، اذا كان موجود في الميعاد ولا مش موجود، لكن ماشي الحال. رقم ثلاثة، لدى عضو هيئة التدريس الذي يقوم بتقديم هذا المقرر إلمام كامل. السؤال ده أنا معترض عليه جملة وتفصيلا. السؤال رقم ثلاثة ده أنا معترض عليه وبشدة الحقيقة، وأبدنا اعتراضنا أكثر من مرة لما بقول لدى عضو هيئة التدريس اللي هو الدكتور اللي بيدرس بإخلاص إلمام كامل بمحتوى المقرر. بالله عليكم الطالب هو اللي يقيم عضو هيئة التدريس إذا كان ملم بالمقرر ولا لأ؟ إذا كان لو أستاذ مشارك أو أستاذ مساعد لا يستطيع إنه يحكم بحث أو مشروع لأستاذ لدرجة أستاذ، يبقى طالب هو اللي هيقيم الدكتور. فحاجة ده سؤال يعني لا تعليق. نمرة أربعة، كان عضو هيئة التدريس موجودا للمساعدة خلال الساعات المكتبية. ماشي، الطالب إذا كان راح الساعات المكتبية وما لقاهوش خلاص ده وضع تاني، يعني لازم يؤخذ في الحسبان إن الساعات المكتبية دي بتعلن للطالب، يعني بيبقى عارفها ومحطوطه على مكتب عضو هيئه التدريس. نمره خمسه، كان عضو هيئه التدريس متحمسا لما يقوم بتدريسه. طيب يعني طب التحمس ده هل يقاس؟ ما احنا اتفقنا ان شغل الجوده اساسا اللي في الجامعه بيقول لك لازم تستخدم افعال يمكن قياسها. الحماس ده بقى اللي هو ايه يعني صوته عالي مثلا، منفعل، عمال بيتحرك جوه القاعه، يعني طب اللي هو ايه يعني متحمس ده؟ يعني ده انا شايف ان دي ما تتقاس ازاي يعني. كان عضو هيئة رقم 6، كان عضو هيئة التدريس مهتما بمدى تقدمي وكان معينا لي. طيب جه برضو اللي هي مهتم، كلمة اهتمام برضو هتتقاس ازاي؟ يعني لما انا بقول للطالب اللي ما جابش درجة كده يا ابني انت نقصت ليه؟ انت نقصت عشان كذا. لما بحل الاقتراحات الشهرية مع الطالب واقول له انت خطأت في كذا او الى اخره، وبيشوف نموذج الاجابة وانت شد حيلك في كذا، لا انت عندك تقصير في كذا. طب ما هو ده اللي بيحصل يعني، ده الطبيعي. لكن كلمة اهتمام، يبقى كلمة تحمس واهتمام دي اللي هي تتقاس ازاي؟ رقم سبعة، كان كل ما يقدم في المقرر حديثا ومفيدا. برضه هنرجع تاني، هل الطالب يعرف الحديث من مش من الحديث؟ كلمة مفيدا دي بقى أنا معترض عليها برضه اعتراض كامل. ليه؟ المرجع بتاع المقرر نفسه اتحط من قبل الجامعة، مش الدكتور هو اللي اختار المقرر عشان يدرسه أو يحطه. المحتوى بتاعه محطوط في السيلبس في التوصيف كده، يعني يبقى إذا كل شيء في المقرر من المقرر نفسه لمحتواه للمراجع بتاعته الدكتور ملوش دخل بيها. فازاي دي سؤال زي كده يخش في تقييم عضو هيئه التدريس او المقرر؟ كلمه حديث، الطالب هيعرف منين اذا كانت حديث ولا مش حديث؟ هل الطالب مطلع على احدث الكتب واحدث المراجع؟ احنا ما ننساش ان انا بتكلم باعتبار ان الطالب هو اللي بيملى الاستبانه دي. يعني الكلام ده لو رئيس القسم اللي بيملاه اقول ماشي، بس لازم يكون في تخصصي بقى عشان يقدر يخش في المرجع، زائد ان المرجع ده مفروض عليا مش انا اللي بختاره، وان كان معظمنا، انا بتكلم عن نفسي، بستخدم المراجع الحديثه دائما، حتى لو رجعت المرجع القديم اللي موجود اللي ممكن بقى له 20 او 30 سنه وربما تكون فيه معلومات خطا طبعا مش هستخدمها. كلمه مفيدا دي بقى اللي هي ايه بقى؟ مفيد لايه؟ يعني انا بستخدم مرجع عشان اجيب المعلومات اللي محطوطه في السيلبس او التوصيف اللي جاي في من الجامعه. طيب مفيد بقى او مش مفيد؟ ما هي هل الجامعه هتحط مقرر غير مفيد؟ نمره 8، كانت المصادر التي احتاجها في هذا المقرر متوافره كلما كانت كنت احتاجه اليه. طبعا شيء بديهي ان الطالب يكون معاه نسخه على البلاك بورد ومعاه نسخه اخرى كمان في ايده مطبوعه طبعا، لكن طبعا هو الدكتور بيوفر الكلام ده
مش بيوفر الكتاب، الكتاب هو مش هيشتريه وهيوفره، اذا كان موجود في المكتبه بيقول لهم الكتاب اللي موجود في المكتبه اهو، اذا كان مش موجود في المكتبه وما فيش عدد نسخه كافيه او كان اختصر من اكتر من مرجع فبيوفر لهم نسخه الكترونيه اذا كانت بي دي اف او ايا كان او باوربوينت، بيوفر لهم على البلاك بورد ونسخه ان هم يقدروا يصوروها ويطبعوها بصوره سلسه يعني. نمرة 9، كانت هناك استخدام فعال للتقنية لدعم التعليم في هذا المقرر. طبعا ما فيش حد دلوقتي ما بيستخدمش الباوربوينت او السبورة الذكية او الى اخره او العروض الفعالة، طبعا مع وجود طبعا نظام زي نظام البلاك بورد. رقم 10، وجدت تشجيعا لالقاء الاسئله وتطوير افكاري الخاصه في هذا المقرر. سؤال جميل، لان طبعا هل في لما الطالب بيجي يسال ممكن واحد يسفه دكتور، ممكن يسفه من راي الطالب او كده، ده مش مطلوب، المفروض بيكون في وقت في بدايه المحاضره او اثناء المحاضره كلها، لكن في نهايه المحاضره العشر دقائق ولا حاجه اذا كان في اي مناقشات او اذا كان حد عنده استفسار او عايز يعيد جزء، وبالتالي بيبقى في نوع من تبادل الاراء في الجزء الاخير من المحاضره او في اول المحاضره حسب بيتم الاتفاق او تنظيم المحاضره. رقم 11، شجعت في هذا المقرر على تقديم افضل ما عندي. طبعا ليا تحفظ على الصيغه اللغه العربيه المكتوب بيها، لكن هي مكتوبه. تم تشجيعي في هذا المقرر على تقديم افضل ما عندي. طب هو الدكتور لما طالب بيطلب منه مشاريع او واجبات وهكذا، هل ممكن الدكتور يمنع طالب؟ يعني لو طالب جه حتى قال لي من نفسه انا والله عايز اعمل مشروع، انا عايز اعمل نشاط زياده، هقول له لا ما تعملش، واكيد هياخد عليه درجات، يبقى ده برضه مطلوب يعني. رقم 12، ده محطوط من قبل الجامعه او اللي حط الاستبانه عشان يتاكد ان اللي بيملى الاستبانه فاهم، وعشان اكد لكم ان ده ما بيحصلش ان هتلاقي في ناس يقول لك ايه، بصوا في ناس علمت على موافق ايه جدا، هو هنا طالب منه ظلل، هو طبعا هنا مكتوب ضلل، هو طبعا مش حفظ، هو ظلل تظليل، خانه غير متاكد اللي هي بتبقى في النص هنا، طبعا خانه غير متاكد اللي هي في النص اهي، في ناس فهمت السؤال وفي ناس جاوبت اللي هو اختارت اول اختيار. نمرة 13، ساعدت الأشياء التي طلبت مني في هذا المقرر في تطوير معرفتي ومهاراتي التي يهدف المقرر لتعليمها. السؤال متكرر في جزء فوق بنفس الكلام اللي هو الأنشطة الصفية والمعامل وهكذا، اللي هو ده خاص بالجزء العملي. طيب الجزء العملي ده يا جماعة الخير برضو أيضا اللي بيتعمل في العملي مش بالدكتور اللي بيعمله، ده جاي في التوصيف، منصوص عليه في التوصيف تجارب كذا وكذا وكذا وكذا، فالدكتور ما هو الا بيقوم بتوصيل الماده العلميه المنصوص عليها في التوصيف واجراء التجارب اللي منصوص عليها ايضا في التوصيف. الدكتور ممكن بقى يبدع ان هو يجيب مراجع احدث شويه في طريقه العرض، في طريقه الشغل، في استعانه بحاجات احدث بمعامل افتراضيه الى اخره، لكن برضو السؤال ده في جزء يتحمله التوصيف اللي هو جاي من قبل الجامعه. رقم 14، كانت كمية أو الكم العمل في هذا المقرر متناسب مع عدد الساعات المعتمدة المخصصة للمقرر. أيضا التوصيف لو هنبص في معظم التوصيفات المواضيع اللي بندرسها جايبها ناصص عليها، وأحيانا بيكون سايبها مفتوحة. طبعا هنا بقى وظيفة الدكتور إن هو بيراعي هذا الأمر، يعني يبقى عدد الصفحات وعدد المواضيع اللي بتتاخد في المحاضرة الواحدة أو في مجمل المقرر متناسب مع عدد الساعات المعتمدة. يعني أحيانا ممكن يكون المرجع كبير شوية أو المذكرة عشان كده كورس على بعضه يعني، لكن مثلا فلنفرض في موضوع من الموضوعات في مثلا 3 4 أمثلة، لو دول كتير فبيكتفي الدكتور بمثال او اتنين على كل حاجه بحيث ما يبقاش عدد الامثله او كتيره على الطالب. رقم 15، قدمت لي درجاتي او اطلعت بقى على درجات الواجبات والاختبارات في هذا المقرر خلال وقت معقول. ده برضو سؤال من حق الطالب، لان الطالب المفروض بيختبر. طبعا الوقت كلمه وقت معقول دي بقى برضو مفتوحه ليه؟ انا بقول لكم عن تجربه، الاقي طالب بعد في الامتحان بعد وانا اخلص يوميها رساله على البلاك بورد، اكون لسه ما روحتش او لسه داخل البيت، الاقي رساله الدرجه بتاعتي كام؟ ده انا لسه مروح اساسا يعني. فالطالب اللي زي ده الوقت المعقول بالنسبه له اللي هو بعد الدوام، يعني هو روح بيته عايز يعرف الدرجه. فطبعا كلمه وقت معقول برضو دي حاجه مطاطه، المفروض يبقى مثلا محددها خلال 48 ساعه او قبل الاسبوع اللي بعده، يعني انا امتحنت في المحاضره دي، المفروض قبل المحاضره اللي جايه بيكون عارف درجاته، او في المحاضره الجايه بالنادي الكشف بالاسماء وبيعرف درجاته عشان حتى نناقش الاخطاء اللي موجوده في الاختبار. رقم 16، كانت تصحيح واجباتي واختباراتي عادلا ومناسبا. بتخش بقى في مهاره الدكتور، اولا كلمه عادلا ومناسبا دي الطالب بالنسبه له، وانا هقول لكم قصه حصلت معايا انا. اعطيت واجب عليه درجتين اتنين لدفعه شعبه من الشعب خاصه في مقرر القراءات والترجمه. كخمس جمل المطلوب ترجمتهم عن النبات. خلاص؟ الطالب عملي ترجم لي وكاتب لي من ضمن في 3 جمل او 4 جمل من الخمسه كلمه اوعيه دمويه، اوعيه دمويه وانا بتكلم على نبات.
طبعا انا كاستاذ مقرر المفروض ياخد حتى لو عامل جمله او ترجمه كلغه يعني صح، انا المفروض ياخد صفر، معناها انه مش فاهم القطعه من اساسه يعني، احنا بناخد ترجمه ما بناخدش جمله جمله، انا باخد موضوع على بعضه. طيب المهم اعطيته درجتين، بدرجه من درجتين، على الرغم ان هو عامل جملتين شبه صح يعني. فبيقول لي انا ليه نقصت؟ فبقول له انت نقصت عشان كذا، انت ثلاث جمل غلط من الخمسه، تستحق كام؟ قال لي استحق الدرجه النهائيه. والله ده حصل. فبالتالي ما في طالب الا لما يقول لك لا انا ليا نص درجه ليا ربع درجه. طبعا بيبقى في نموذج اجابه، وهنا بقى تيجي مهاره الدكتور ان هو اساسا بيقول لهم الاجابه، بيبقى عامل نموذج اجابه بحيث ان هو يبقى هي دي الاجابه الصحيحه، ويفضل في نموذج الاجابه دي تجربه شخصيه وخبره شخصيه ان يحط جنب الاجابه صاد كذا، يعني الصفحه اللي موجود فيها الاجابه دي، ويحاول ياخد الاجابه تبقى زي ما هي ما اخدوها بالظبط يعني. وكمان مش بس كده، الواجبات كمان لازم تتقال اللي هو بيتعمل لها روبريكس. يعني ايه؟ يعني انا طالب واجب مثلا مشروع، انا محدد صفحاته ان هي 5 صفحات، طب لو اللي عمل لي اقل من 5 يبقى هينقص كذا، يبقى اللي عمل الـ5 هياخد درجه كامله، طب اللي ما عملش الـ5 هينقص. فدي مثلا يبقى في درجه معروفه على عدد الصفحات. طب الاخراج النهائي او الشكل النهائي، طيب وجود مراجع كتابتها صح، يبقى كل جزء او ايتم من الواجب او كده معروف الدرجه بتاعته بتتوزع ازاي. وبالتالي يوم ما ينقص اه والله انت نقصت في الحته الفلانيه يا فلان، انت نقصت التصميم بتاعك ما كانش جاي، الكتابه بتاعتك انا مثلا قايل لهم الفونت الفلاني هيستخدم خط كذا حجم 14، واحد عمل حاجه تانيه مثلا يعني. وبالتالي يبقى في روبريكس من الاول، المعايير دي بقى هو بيقدمها يبقى هو ملتزم بيها، تبقى بتتاخد مع الواجب. نمرة 17 والنقطة الأخيرة في الجزئية دي، وضحت لي الصلة بين هذا المقرر والمقررات الأخرى بالبرنامج أو القسم. طبعا دي من حق الطالب، فلازم في بداية المحاضرة خالص هو الدكتور بيوضح إن المقرر ده استكمال مثلا لمقرر آخر، أو بداية لمقرر هياخده بعد كده، فعشان يبقى عارف إيه علاقته بالمقررات الأخرى اللي بياخده. نيجي بعد كده للجزء الثالث، تقويم المقرر. الأسئلة هنا بتبقى بتشمل عبارة عن 4 أسئلة، فبيقول ما تعلمته في هذا المقرر مهم وسيفيدني مستقبلا. طيب طبعا الدكتور هنا مهارته انه يحاول يجيب حاجات حديثه، وان يشوف يعني اي مواضيع في الواجبات او في النشاطات تحقق ده. المفروض بقى حكايه ان هو يفيده في المستقبل او لا، ده اختيار جامعه، يعني الجامعه شايفه ان بكالوريوس العلوم احياء لابد ان يدرس الحاجه دي، يبقى مفيده ولا مش مفيده؟ اكيد مفيده. ازاي بقى؟ دي تبقى بترجع لمهاره الدكتور، يحاول يشوف مواضيع معينه تطبيقيه الى حد ما، ويقول ويرشد الطلبه لاهميتها بعد التخرج. رقم 2، ساعدني هذا المقرر في تحسين قدراتي على التفكير وحل المشكلات بدل من حفظ المعلومات. ايضا دي برضو مهاره الدكتور، انه لازم ما يعتمدش على عمليه التلقين. هنا بنرجع بقى لمستويات بلوم في عمليه الاسئله، اللي هي بقى مش هروح بقى لتحت اقول له ايه سمع، مش عارف عدد، الاسئله اللي هي المباشره بالشكل ده كده، لا لازم اقول له بقى حلل، قارن، إلى آخره يعني، عشان أرقى بدرجة تفكيره في الإجابات يعني. نمرة 3، ساعدني هذا المقرر على تحسين مهاراتي في العمل على شكل الفريق. الحقيقة دي بنعاني بقى منها ليه؟ لما احنا بنعمل كده الحقيقة الطلبة في منهم نوعين، في نوع بيشتغل وفي نوع مش في دماغه، يعني حتى لو نقص الدرجات. فبالتالي لما بنيجي نشكل الفريق، لو الدكتور هو خد بالكشف، ففي ناس بتتظلم. ليه؟ حط 5 مع بعض مثلا، ففي واحد كين قوي وحريص إنه هو على الدرجات بتاعته، وفي واحد مش في دماغه مش عايز يشتغل، يعني حتى زميله بيقول له اعمل مش هيعمل، ولو عمل هيعمل حاجه سيئه. فالشاطر ده والكويس ده بيبقى خايف تضيع منه درجات، ففي الغالب بيجي عامل هو المشروع لحاله وزمايله ما اشتغلوش، وفي الاخر بياخدوا كلهم الدرجه. دي بتبقى مشكله، ولو الدكتور ساب الطلبه هم اللي يختاروا الكويسين او الشاطرين هيختاروا بعض، وبالتالي هيتبقى جزء من الطلبه ده هيبقى ادائهم هيبقى غير جيد يعني. فدي حاجه احنا الحقيقه بنعاني منها، لكن بنحاول قدر الامكان يعني. نمره 4، وطبعا ده ممكن بيحصل بقى بس في توزيع المهام، يعني بدل ما بنشتغل جروب وورك لازم نقول في رقم 3 هنا، لازم يوضح الدكتور للطالب في فرق بين الجروب اللي هو عمل الجماعي والعمل الفريق. العمل الجماعي واحد يقوم بالشغل والباقي ما اشتغلش، ممكن يحصل كده، انما العمل الفريق ده انه كل واحد ليه دور، ده هيجمع المقالات، ده هيعمل كذا، ده هيعمل كذا، ده هيعمل كذا، وطبعا ده بيعتمد على مهاره الطالب نفسه يعني. نمره 4، ساعدني هذا المقرر على تحسين قدراتي على الاتصال بفاعليه، ان هو يقدر يعرض قدام زمايله، يناقش زمايله، يعمل تقدير لزميله وزميله يعمل له تقدير، ويتقبل النقد بسهوله، ان لما الاستاذ يساله عن حاجه او يقيم المحاضره، فده لازم كله بالممارسه. دي بتيجي بقى اثناء الايه؟ الحياة الجامعية كلها. في نهاية التقويم بنلاقي بقى سؤال واحد بس،
أشعر بالرضا بشكل عام عن مستوى جودة هذا المقرر، يعني راضي أو مش راضي عن المقرر ده. فطبعا دي بتظلم فيها الدكتور، انه بيرد على حاجه هو ملوش دخل فيها، لا هو اللي اختار المقرر، ولا هو اللي حط السيلبس والمحتوى، ولا هو اللي حط المحتوى بتاعه، ولا هو اللي اختار المرجع. طبعا المفترض انه انا شخصيا بحيا بختار مراجع، يعني المراجع اللي موجوده لو كويسه وفي حاجه احدث منها، يعني نفس النسخه بتاعت المرجع في نسخه اديشن حديثه برجع لها على طول. طب لو ما فيش ولقيت كتاب تاني افضل من اللي موجودين، بستعين بيه الى قدر ما بحد كبير لاثراء المقرر، ما بلتزمش بقى قوي، لا بنلتزم بالمراجع دي اوكي، لكن لو هي قديمه بقى لها 20 سنه مثلا، بقى لها 20 سنه و15 سنه يبقى وما اتجددتش. فطبعا ده بيجي بقى اثناء الجوده، اللي هو في النهايه خالص لما بنيجي بنقول اللي هي تحسين المقرر، بنقدم في مجلس القسم في شغل الجوده ان المراجع دي قديمه وبنستبدلها بالمراجع الفلانيه، وبناخد عليها موافقه بحيث ان احنا نستبدل الكلام ده بالمراجع الحديثه. وفي النهايه خالص بيطلع بقى التقييم العام اللي هو بالشكل ده كده. طبعا لما بيجي الرد على الاستبانه بقى في نهايه السنه خالص، بيجي مثلا في جزء مثلا هنا، مثلا طبعا هنا مش هيبقى واضح قوي لان النسب كلها ما شاء الله عاليه، لكن هنفترض نيجي اهو هنا اهي دي وضحت هنا كده، هنا 73 و4 من 10 اللي هي ايه، 73 و4 من 10 اللي هي ضلل خانه غير متاكد، طيب مش هتمشي معانا دي يعني. المهم لو في، لو هنفرض ان ال 74 او 73 دي كانت موجوده في حاجه تانيه مثلا في اول خانه هنا اللي هي المصادر ما كانتش موجودة ومش متاحة، يعني كانت النتيجة بتاعت 73 دي أهي، النتيجة بتاعت 73 دي لا ما كانتش هنا، كانت موجودة هنا اللي هي الخاص بالجزء مثلا بتاع المراجع ما كانش موجود. يبقى دي نقطة ضعف، يبقى ابتدي أقوم جاي عامل إيه؟ أقوم جاي رايح ردد عليها، أقول إن البند رقم 8 الطلبة لما قالوا إن في الاستبانة كان الرقم 8 في تقويم في الأسئلة الخاصة بخلال المقرر، السؤال رقم 8 الخاص بالمراجع كانت النتيجة كذا، لكن تم إعطاء المقرر نسخة ورقية ونسخة إلكترونية، فبرد عن نفسي يعني. أو لو ما كانش أقول والله المرجع ما كانش موجود أو كذا، لكن طبعًا أو حاجات من هذا القبيل. فأي نقطة من النقط بيبقى فيها نقص كبير وواضح، فبيتم الرد عليها في نهاية هذا الاستبيان، بس طبعًا في نهاية العام يعني. أعتقد ده كان شرح بسيط ومبسط بالنسبة للطالب، يعني لازم الطالب في النهاية يعرف إن الاستبانة دي ما هيش تكريم للدكتور إن هو يديله بقى درجات كويسة فيجيب امتياز، لأ خالص نهائي يعني، لأن الطالب لو عنده أمانة في عمل ملء الاستبانة هو الحقيقة بيفيد الدكتور وبيفيد زمايله اللي بعد كده، لأن لو في نقاط ضعف فعلا الدكتور بيبتدي يراعيها ويحاول يحسن منها بحيث الدفعة اللي بعد كده تتلقى تعليم أفضل. فلازم الطالب يفهم ده، والدكتور برضه يفهم ان الاستبانه دهيت مش بتحط رقبته تحت المقصله زي ما بيقولوا يعني، لا خالص، طبعا مع الاعتراض على بعض الاسئله وكثير من الاسئله، لكن ياخدها في النهايه بصدر رحب جدا. الكلام ده يتطلب ان هو يعمل فيديو زي ده او بيشرح الاستبانه دي للطلاب، فيقدروا يعرفوا ان هو اهميتها ايه، وانهم هيؤجروا عليها وهيثابوا عليها لو فادوا غيرهم من الطلاب. إن كنت أحسنت فمن الله، وإن كنت أخطأت أو نسيت شيئا فمن نفسي، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، لا تجعل في عملنا هذا رياء أو سمعة يا رب إن شاء الله، وربنا يوفق الجميع من الزملاء والطلبة، وإلى أن نلتقي أترككم في رعاية الله وأمانه، والسلام عليكم ورحمة الله.